رجعنا وياكم ومكملين فقراتنا اليوم، ووصلنا النقطة كلش مهمة والفقرة كلش مهمة اللي هي فقرة ليش. قبل ما أدخل بتفاصيل عميقة لهاي الفقرة، الفلس كلش عزيز، مو صح. صحيح مصطفى؟ صحيح، خاصة بظل هاي الظروف اللي إحنا دنمر بيها اليوم. اللي عنده فلوس كل شيء يحافظ عليها، يصير صرفياته قليلة، لأنه القادم نقدر نقول مجهول نوعا ما، لأنه بعد ما منتهين من فيروس كورونا 100%. مصطفى الدايني أدايني بس شلون راح ترجع لي اياها؟ وين ما راح ارجع لك اياها، واذا ارجع لك اياها فممكن ارجع لك اياها بس مو بالطريقة الاعتيادية اللي هي مثلا اني من راح اخذها راح اقضي بها حاجتي مثلا، او تستلمين الراتب وترجعي لها. بالضبط، لا لا، ممكن ارجع لك اياها ورا 3 سنين، بس من ارجع لك اياها راسا ارجع دايم منك مره ثانيه. حلو، تفيدك مشروع ترى هذا، يفيد هذا مشروع. وهذا المشروع اللي تحكين بيه زين، مشروع انه احنا اليوم بالعراق جدا موجود متداول، وموضوع يعني نأسف انه يحدث عندنا بالعراق، بظل انه احنا بلد يتمتع بعقول اقتصادية، يتمتع بمواد وظروف اقتصادية نقدر نرفع بها من شأن البلد. يعني عندنا الزراعة، عندنا الصناعة، عندنا السياحة، يعني حلول داخلية من داخل بلدنا اللي هي ترفع اقتصاد البلد، وبالتالي ما نحتاج لأي قروض. لكن اليوم بالأخير نلاحظ أنها هي كلها تهمل ونتجه للقروض والدين اللي قلتي عليه. بالضبط، زين، هاي القروض اليوم احنا من يعني من اخذوا هاي القروض راح ممكن، المفروض هو العقل والمنطق يقول انه الشخص اذا ياخذ قرض ممكن يسوي بيه استثمار، مشاريع ينشط الاقتصاد العراقي، بالتالي ينشط ممكن الزراعه، ممكن مثل ما ذكر ينشط الصناعه، مجال السياحه، هواي عندنا شغلات ممكن بهذه القروض نستثمرها بطريقه صح، ممكن الايدي العامله العمال. لكن واقع الحال واللي دا يصير هسه انه هاي القروض راح يعني تؤخذ بإطار معين اللي هي تؤخذ وتصرف، بالتالي لا على استثمار ولا على يعني تنشيط اقتصاد، تصرف لأشياء معينة أو أشياء خاصة، وبعد سنوات بالتالي راح ينضر الاقتصاد، اقتصاد العراق، لأنه هنا راح يتم تسديدها من سعر النفط. يعني ممكن هم يسددون جزء معين من هاي القروض، يسددون جزء معين من هذه القروض على أشياء معينة، على رواتب، على مثلا أشياء تخص صحيح. المواطنين، على أشياء التجارة، والجزء الباقي، الجزء الباقي يروح، من يروح يروح مجهول، بالتالي من يجون يسددون من لحم الشعب، يعني يسددون من النفط. يعني أنا وأنتي نسدد قروضهم. بالضبط، اني وهالة وانت وغيري وغيري، احنا اللي نسدد القروض. يعني وهذا الموضوع عندنا من 2003 طبعا، هذا المرض الهولندي الموجود عندنا، انه القروض اللي تسدد من حصة النفط للمواطن العراقي. يعني احنا عندنا اليوم يعني عائدات عندنا من هذه القروض، احنا ما عندنا عائدات لها حتى تشتغل بشكل صحيح، وبالتالي نسدد بشكل صحيح، وبالتالي راح ينضر المواطن وينضر الاقتصاد عندنا. واحنا مثل ما قلت لك انه احنا عندنا امور اقتصاديه محليه نقدر نرفع بها من شان البلد، وما نحتاج لاي قروض. يعني احنا شفنا القطاع الخاص بالسنوات الاخيره شلون بدت شركات ناشئه، شلون بدت مشاريع توصيل، تكون خدمه التوصيل هذه الموجوده اليوم، هذه هي بحد ذاتها تسوي ارباح. يعني مشروع تاكسي سوت ارباح. يعني ماكو موضوع انه اسمه قرض، يعني حكومة تقترض مبالغ مادية هائلة سنويا أو بعد سنة وسنة، وبالتالي يكون التسديد من حصة المواطن. مع العلم هو أصلا بصورة عامة العراق الدول الباقية تشوفه دولار، لأنه عنده كمية مال نفط وعنده أيدي عاملة. يعني الشخص العراقي اليوم أو الرجال العراقي أو المرأة العراقية يفوتون بكل شيء، عندهم استعداد كل شيء يسوون في سبيل أنه هم يعلون من اسم العراق، أو في سبيل يضيفون بصمة، أو في سبيل أنه هم يوصلون نقطة معينة من انتعاش الاقتصاد العراقي. أوكي، ما عندنا مشكلة، اقترضوا، بس من تقترضون حاولوا تسوون أشياء تفيد المواطن العراقي وتفيد العراق، نشطوا الاقتصاد، نشطوا السياحة، نشطوا الزراعة، هاي كلها أشياء للأسف يعني كلش بعيدة. يعني تدرين إحنا عندنا هلا عندنا معامل اليوم متوقفة، عندنا يعني عندنا معامل برل رمادي متوقف، مال الطابق متوقف، يشغل منطقة كاملة، محافظة كاملة، يعني هذا متوقف اليوم.
وحاولت هواية من الجهات أنه تشغل هذا المعمل وإعادة تشغيله بشكل صحيح. يعني وصلوا لمرحلة من المعاناة وفعلا طلعت روحهم خلينا نقولها هيك باللهجة العامة، وما اشتغل لحد الآن. هذا بحد ذاته هو المعمل الموجود يرفع من اقتصاد البلد. عندنا الصناعات المحلية مثلا الديالة، هي الخضار والبرتقال، يعني الفواكه اللي تنتجها هذه بحد ذاتها الزراعة انه ترفع اقتصاد. سنة بعد سنة انضرت هذه الزراعة العراقية لانه الاستيراد موجود من الخارج. بغداد عندنا احنا يعني عندنا معالم الناس تجي تزورها وتتوافد إلها، ومكتبات علمية موجودة عندنا. هذه أيضا بدأت يوم بعد يوم سنة بعد سنة تتلاشى وتختفي. يعني صح. جيل الستينات والخمسينات من نسألهم على بغداد يقول لك بغداد كانت هي محافظة للازدهار وثقافة يفتخرون بها أنه يتوافدون إلها ناس من الخارج حتى يزورها. يعني إحنا عندنا حاليا يعني عندنا عقول اقتصادية موجودة قدمت عدة حلول، لكن مع الأسف لليوم أنه نفس النتيجة يوصلوا لها الناس المعنية أصحاب القرار، أنه الاقتراب من هذا الموضوع أنه يتلاشى شيئا فشيئا. يعني الناس تقدم وتعطي فكرة. يعني إحنا أدنى أبسط شيء، يعني حكيت لك أنا على الرمادي وحكيت على الديالة، هذا مثاليا. يعني وعدنا المحافظات المتبقية، كل محافظة متميزة بصناعة، وعدنا السياحة الدينية. يعني هذه المرافق الدينية الموجودة عندنا اليوم اللي كل العالم يتوافد إلى، هذه بحد ذاتها هي اقتصاد لرفع مستوى البلد واقتصاده. يعني ما عندنا أي استغلال للأمور الاقتصادية اللي عندنا اللي تساعد من رفع شأن واقتصاد بلدنا، لكن القروض موجودة. وقلت لك من 2003 لليوم معتمدين على القروض الخارجية، والمشكلة أنه التسديد يكون من حصتي وحصتك وحصة يعني على حساب الشعب، وبالتالي هذا بالمستقبل إلى يعني هذا الموضوع إلى مضار اقتصادية كلش يعني كارثية مو بس كبيرة. المهم مشاهدينا الكرام، أرقامنا أسفل الشاشة، تقدرون تتصلون وتشاركونا بهذا الموضوع حتى نعرف إلى متى راح نبقى إحنا نداين. صحيح. إذن مشاهدينا الكرام، هذه فقرة ليش، وموضوعنا اليوم إنه ليش اليوم الحكومة تفكر بالقروض والمنح الخارجية وهي عندها إمكانية تتجاوز الأزمة الاقتصادية بعدة حلول. يعني عندها أفكار وعندها حلول موجودة محلية داخل بلدنا، لكن غاضين النظر عنها وهامليها. وإحنا هذه الحلول متوفرة وعندنا أيدي عاملة وعندنا عقول تجارية واقتصادية وصناعية وزراعية موجودة اليوم. وأبسط شيء مثل ما قلت لك أنه القطاع الخاص اليوم طالب الحكومة أنه يسمحوا لهم يشتغلون هذه الفترة حتى يعالجون الاقتصاد. يعني هم ما طالبين أي شيء، لكن هذا الشيء أيضا يعني الحكومة تجاوزت الموضوع وهذا الشيء هو من ذاتهم. صح. لكن صح. ايضا تجاوزوا هذا الموضوع. ارقامنا ظاهره وياكم في اسفل الشاشه، انتظروا كل اتصالاتكم حتى نتناقش وياكم بموضوع فقره ليش لهذا اليوم، اللي هو ليش الحكومه اليوم تلجا للقروض الخارجيه وهي عندها الحلول. والحلول اللي عندها اليوم لرفع اقتصاد البلد محليا افضل ما انه نستقرض من الخارج من 2003. وقلت لك هذا المرض الهولندي عندنا يعني صح 100%. لكن لليوم احنا سنه بعد سنه هذه القروض مستمره عندنا. طيب مشاهدينا الكرام، ويانا اول اتصال، ويانا رحيم من الناصريه. صباح الخير يا رحيم. صباح النور يا عيني. يا اهلا وسهلا بك، شلون الصحه؟ الله يسلمك ويخليك. حبيت اتدخل على البرنامج وياكم. اكيد تفضل. القضيه الاولى اللي هي جالسه تحكون عليها قضيه القروض. نعم. القروض انا اللي صاير لفتره اريد ارتب محلي. أنا عندي محل اسواق. زين. اريد ارتبه، وكل ما اروح عليهم يقولوا لي والله هذا القطعه اللي قاعد بيها او المحل اللي قاعد بيه هو هي مري. المري المن تابعه يعني تابعه للري. اها. زين، لا يقبلون تصير بها صيدليه حتى اجرها اسويها صيدليه، ما يصير بها. ليش؟ والله منطقه ريفيه. زين، المنطقه الريفيه ما محسوبه على البشر يعني، لا تقبلون تنطونها تنطونها مثل ما تقول إجازة تسوي بها صيدلية. صح. هاي من باب ثاني لا تقبلون أنتوا بنفس الوقت تنطون قرض لصاحب القاع اللي هو هاني مثلاً بتسويها مشروع كبير فشي حلو ما يقبلون. صح. ممكن بالتالي أنت هنا أنا فايد أهل منطقتك يعني. ما أدري شلون جاي يفكرون وشلون جاي شنو العقلية اللي عندهم ما جاي يعرفها. زين انت مكان
انت مكان ما يعني معزلني وما مخليني اسوي لي مجمع ولا اسوي لي صيدليه ولا تخلي لي اسوي لي مشروع شيء حلو بالمنطقه وتنطيني قرض، انت جاي تحاربني من كل الطرق. لا يعني صح. ما اعرف شنو. وبالتالي هم لا منطيك فرصه انه انت تسوي هذا المشروع وتفيد اهل المنطقه، ولا هم مسوين فشي على هاي القاع وهم فايديكم بهذا الموضوع. اجازه ما جاي ينطوني، يعني انا قريب على مركز الشرطه يوميه جايين علي ويوميه جاي محاسبيني والله على مو شنو انت القطعه مالتك هي قطعه مري. زين اوكي هسه هم يعني هسه هم ما مستثمريها خلينا نقول لصالح مثلا المواطنين اللي بهذه المنطقه، ولا دا يخلون الناس يعني تستثمرها؟ ما يعني هم يقول لك هاي القطعه مري، هاي الارض مري، المري تابعه المن للري. انت بعد مشكلتك هاي بعد منا لما تموت انت هذا هاي حياتك تعيش مثل ما تعيش مثل ما عايش البقيه. انت مو مثل الولايه، انت مو مثل ما داخل المدينه، انت داخل المدينه تعيش عندك محل وعندك سوبر ماركت وعندك صيدليه وعندك. زين ليش يعني شنو الفرق؟ ما هم هنا ناس وهنا ناس، هذه قاع وهذه قاع، وين الفرق يعني؟ الفرق بان اعتقد انا اشوفها ابن المدينه، بشر، وهذا يعني ما اقدر احكيها يعني. لا لا بالعكس كلنا بشر، كليتنا بشر وماكو واحد احسن من واحد، والبشر كلهم سواسيه. صحيح. لكن المفروض المفروض يكون البشر كلهم سواسيه، ابن المدينه وابن الريف. ليش انا هسه لا اقدر اسوي لي سوبر ماركت ولا اقدر اسوي لي ولا اقدر امطيها صيدليه؟ انا ما انا تبرعت بها لاخوي، اخوي بيسوي له صيدليه بها، تبرعت بها عمي. لا اريد من عنده فلوس ولا اريد من عنده كرسي، اهم شيء سووا لنا صيدليه بالمنطقه ما يقبلون. يعني باقي لا هم اللي مخليهم يسوون شيء ولا هم اللي مسوين شيء. يعني المنطقه كلها. المنطقه كلها. اكيد 100%. اي صيدليه ما عندنا بمنطقه والله حضره جنابهم يقولون منطقه هاي ممكن انتم تروحون في حال انه احتاجيتوا اي شيء، ممكن تروحون للمدينه يا رب تقدرون تحصلون على اشياء احتياجاتكم الخاصه. نروح للمدينه لو اكون ممرض والله يوميا اسوي لك هذا لو هذا يعني من وراء العلاج مالته. على العموم انا اشكركم واشكر تعاطفكم وياي يا اهلا وسهلا بك يا رحيم، تحياتنا لك وكل اهلنا بالناصريه. يعني هو هذا تحياتنا لك وشاكر اتصالك، وهذا اللي حكينا بيه انا وياك انه يا ريت القروض اللي قاعده ياخذوها الحكومه انه يستثمروها بمشاريع تخدم المواطن. سووا شيء هسه اوكي، يعني يا ريت انه هذا اللي دنقول عليه انه تاخذ هذه القروض لصالح المواطن العراقي حتى يستثمروها بشكل صحيح تخدم المجتمع، الفرد والمجتمع. لكن وين تروح هذه وليش احنا اللي نسددها؟ العلم عند الله، هم لا يرحمون ولا يخلوا رحمه الله تنزل. خليها وقف. ويانا اتصال من بغداد ابو محمد. الو صباح الخير. صباح الخيرات، السلام عليكم ابني مصطفى. عليكم السلام يا غالي. السلام عليك وعلى بنتي العزيزه هذا. يا اهلا وسهلا بك على راسي. وتحياتي لكادر القناه كل اداره وعاملين. الله يخليك. ومشاهدي قناه الرشيد. وتحيات كل كادر قناه الرشيد الفضائيه لجنابك المحترم. حبيبي مصطفى عيني، انا مو من ضمن الموضوع، كل انا بشغلتي صار شهر ونص اناشدكم عن مود علاجاتي. أنا أريد أحكي، ممكن توصلون مناشدتي لأستاذ سعد ولا؟ لأن تعبت كل أسبوع مناشد. أنت صوتك أستاذ سعد أبو عبد الله يسمع مناشدتي وما يستجيب. إحنا أي مناشدة توصلنا أبو محمد؟ مدى توصل؟ مستحيل المناشدة. مستحيل ما توصل، يعني حتى إذا هي ما وصلت من عندنا فهي راح توصل منك، لأنه هو يتابع دائما الشاشة ويشوف المواطنين واللي يتصلون بيهم. الكريم الاصيل ابن الاصول الله يسلمك، هذا من اصله. قولوا له ابو محمد، قولوا له مريض وديعاني يريد علاجات مال 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 جلطه ما عنده وحالته ضعيفه، شلون يستجيب؟ تؤمر تؤمر انت حالتي هو عرف بحالتي. ابو محمد خليك ويانا وخليك بالكنترول حتى يفهموك التفاصيل. شكرا لاتصالك يا ابو محمد. فقلت لك يعني قبل ما تاخذ الاتصال المناطق اللي دا يحكي عليها قبل شوية، يعني هم بشر حالي حالهم وحال أي إنسان، فياريت أنه يهتمون بيهم لأنه هم فعلا بحاجة. يعني هو يقول إحنا عندنا ممرض، يقول هذا الممرض يعني بين فترة وفترة صايرة مشاكل بسبب العلاج، بسبب يمكن قلة صح. الوعي الموجود عنده صح. يعني هو مو شخص هو إجا اليوم فتح له مكان وقال أنا مضمد صحي. يعني هو ليش قالوا مجاز صحيا؟ لأنه عنده إجازة من الصحة أنه يزاول هذه المهنة حتى يخدم المواطن. فأتمنى أنه من الحكومة تركز على هذه الأمور،
تركز على القروض اذا تريدين تاخذين قرض يا حكومتنا، خدمي بها صالح المجتمع، خدمي بها المواطن العراقي. بالضبط. ويانا اتصال شاكر. صباح الخير يا شاكر. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا اهلا بك. سلام. صباح الخير على قناتكم وكادر قناه الرشيد. صباح الورد، يا اهلا وسهلا. وياك يا شاكر. اختي بخصوص الاستثمار اليوم. نعم، بخصوص القروض اليوم، الدولة اليوم العراق دا ياخذ قروض من الدول المجاورة حتى يسد بيها احتياجاته والنقص اللي دا يصير داخل العراق، مع العلم انه هو يقدر يستثمر هواي اشياء مثل يطور الزراعة، الصناعة، السياحة، وهاي كلها راح تجيب ايرادات وراح توظف ايادي عاملة كلش هواية. نعم اختي، والله هو من نسبة العراق يعني هو عنده معامل متوقفة بالآلاف. نعم. والسياحة الدينية من أكبر السياحة الدينية بالوسط العربي كله. صح، 100%. يعني المفروض هاي من زمان مستغلينها، يعني من زمان يعني قبل النفط يعني هذا استغلال يعني استغلونه. المطارات يعني هاي المفروض مستغلينها، يعني احنا من أكثر البلدان يعني هو محطة للطيران. صح. يعني هاي كلها ما استغلوها ومستغلين بس النفطات، يصعدين يتنفس العراق، ينزلين العراق ينزل ويانا ويهبط ويانا، ولو الشعب العراقي ما حصل من شيء، بس على مود يعني الغذائية والشيء يعني يسد نفسه بيها. 100% صحيح، أكيد يعني للأسف. نعم. مدى نعرف يعني حتى الزراعة جاي يستوردون من الخارج، يعني هاي أكثر صفقات تدين بيها جمارك. ما احنا عندنا قاع، وممكن احنا بالضبط احنا عندنا قاع وعندنا بساتين وعندنا اراضي ممكن تستثمر للزراعه بشكل كلش صحيح. احنا هو شنو المشكله هي بينا احنا بالسياسه مالتنا وبسياسه الاقتصاد وماكو تخطيط لقدام. هي اهم شيء وزاره التخطيط. وزاره التخطيط محصله فردنا، ما في لا وزاره التخطيط ولا في جهه يعني قلبها على البلد. ما حد قلبه على البلد، قلبه يستغرب من خارج ويظل ديون الولد الولد هذا دين على العراق والعراق. يقول لك انا بعد فتره راح اطلع، راح يجي واحد مكاني هو يحير بهاي السالفه. إيه صحيح 100%. هو ما فكر، هو مفكر حاطن خارج العراق وراح يلحقن بعد كم سنه والشعب ما علي بيه. النا الله، احنا ان شاء الله يا ربي صوتنا وصوتك يوصل. احنا نشكركم على هيك برامج حلوه وجزاكم الله خير. شاكرين اتصالك. ويانا اتصال اخر من واسط. الو صباح الخير. ابو حسين. ابو حسين صباح الخير يا غالي. صباح الخير. صباح النور. على البرنامج الحلو الرائع. احنا نشكر تواصلكم ويانا دائما. بالنسبه البرنامج مال اليوم ليش على مود القروض. نعم. انا بالنسبه لي هم 6 شهور مطابع طباع. نعم. اي فمطابع كانت انه هواي بالكثره، يعني اقل مطبعه بتضم لها 100 عامل 60 عامل. نعم. في زمن التربيه. اي نعم. فشو طبع التربيه، فشوي شوي الطبع مال التربيه قاموا يطلعونه برا تطبع برا بالخارج. نعم. شوي شوي توقفت المطابع، وكانت هاي المطابع يعني المطابع هواي ببغداد، فتوقفت كذا فيها الاف العمال، بس العمال كذا طالع. صح. تشتريها من تطلع برا الكتب هاي ياخذون من عندها. يعني الشام هم يستفادون من عندها. يعني توقفت المطابع عندنا هنا. التعليق قاعدين صار فوق السنه قاعد. صحيح. يعني توقفت عندنا المطابع هنا وطلعت برا. هم يعني ايش قاعد يستوردون ورا؟ ليش احنا مو عندنا هاي قبل ياخذون قصب البردي من هور وعندنا معمل بالبصره. صح. هم هن الضر هاي الضر بالمواطن العراقي وباقتصاد البلد. صحيح. كلامك صحيح وجدا شاكر اتصالك ومداخلتك، فعلا فكرة يعني كلامه منطقي انه عن موضوع المطابع. يعني ايضا احنا ما محتاجين انه نستورد الورق من برا. صح. يعني احنا عندنا هنا معامل للورق، يعني فعلا عندنا بالبصرة موجود، عندنا معامل ورق وعندنا خبرات وعندنا ايدي عاملة وعندنا شباب قاعدين بالبيت، يعني مستلمين الشهادة مالتهم معلقيها بالبيت. ما فيش منطق كل شيء عندنا، بس يعني عندنا خبرة وعندنا أيادي عاملة وعندنا هالطاقات الشبابية الموجودة. يا ناس اللي يعني أنا مرات أتعجب أشوف إنه ناس كبار السن لحد الآن يزاولون مهنتهم،
ليش ما اطلع على التقاعد؟ تقاعد واستفاد صح. من الشباب الموجودين اليوم اللي عاطلين على العمل واللي عازفين حتى عن موضوع الزواج، من تقول لي يقول لك انا ما اقدر لانه انا ما متعين. وانا ما اشتغل. عندي شيء صح مأمن وبالتالي حياتي. هو عنده شهاده هندسه ويروح يشتغل بمطعم مال فلافل، هو عنده شهاده محاماه ويشتغل تاكسي، الشغل مو عيب، انا لا اكيد هذا مو عيب. لكن غير نكون الرجل المناسب في المكان المناسب حتى نقدر نخدم المجتمع بشكل صحيح. يعني اتمنى من الحكومه العراقيه انه انا ما دعمم كلامي على الحكومه بصوره عامه، لكن على بعض الاشخاص انه التفاته حلوه للمجتمع وللشباب والطاقات الشبابيه اللي عندنا. ان شاء الله يعني يوصل صوتنا وصوت المواطنين. ويانا ايمن من صلاح الدين، صباح الخير يا ايمن. صباح الخير عليكم وعلى ذات الرشيد وعلى الكادر وعلى الكل. يا اهلا وسهلا بك. الله يسلمك اختي العزيزه. اهلا بك. بالنسبه لحواركم يعني ما معقول هذه الحكومه، انا اقول لك الحكومه يعني معقول انه مثلا يعني ماكو العراق هذه المجالات السياحه والصناعه والزراعه والمعامل لو تجين تحسبين. بس اختي العزيزه هم ما يردون يسوون هذا الشيء، تدرين ليش؟ لانه الاحزاب بعد ما راح تستفاد، هذا الشيء اصبح مكشوف لكل الشعب العراقي. يعني كانت قبل العالم ما تعرف انهم يعني سياسيين وكذا، بس هسه انكشفت الاوراق كلها بالضبط، صارت كل العراقيين صار شعب واعي ومثقف. صح. بس تدري شنو اللي ذا يصير؟ اكو شلل نفسي بالامه، اكو تغيير ما ذا يصير، يعني السبب كله من الحكومه. يعني معقول هذا الشعب العراقي العظيم اشكال عنده من الزراعه والصناعه، بس انا ايش اقول لك؟ اقول لك اذا شغلوا الايد العامله وإذا قاموا ما يستوردون، والله العظيم العراق يقدر يوصل الاكتفاء الذاتي بوقت قياسي. صح 100%. بس والله الأحزاب ما تستفاد. صح. ما راح تستفاد لا من منافذ، راح تستفاد الأحزاب لا. وهاي الحكومة ثلاثة أرباعها إحنا واحد، عندنا أحد النواب صعد، ما إحنا من قضاء بلد. والله لا. إنسان شريف ونزيه ويعني من كلهم خلصنا، بس والله من صار بالحكومة تلوث يا أخي، ما يقدر مو بيده، لو يبوق مثلهم لو يقتلوا لو يهددوا. أنا أقول لك عارفين شلون؟ هذا اللي ده يصير لا اكثر ولا اقل، والا العراق يقدر يوصل للاكتفاء الذاتي بوقت قياسي. زين، والشعب العراقي معروف بهاي الامور. صحيح 100%. اللي هسه اذا يجي امام يصعد وياهم بالبرلمان، اما اذني ما يقدر بوحده، يد وحده ما تصفق، لو يهددوا لو تبوق ويانا لو تسكت، ماكو غير حل. فهذا اللي ده يصير بالعراق، لا قاعدين ولا ساكتين ولا شيء. من الاخير الاحزاب ما تستفاد، فما شغل لا معامل ولا سياحه ولا صناعه، بالتالي يعني هاي مو من مصلحتهم. شكرا لك يا ايمن، شاكرين اتصالك، بالتالي هذا ممكن ياثر على اقتصادهم. بالضبط صحيح، يعني يضرون اقتصاد البلد لصالحهم. طبعا هذه القروض اللي قاعد تاخذ هي تصير لصالح الطبقه الحاكمه فقط، يعني متى تخدم المواطن نهائيا؟ والدليل انه لو قاعد تخدم المواطن كان هسه احنا ما عندنا حاجة عوز بكثير من العائلات بسبب هذه الأزمة الاقتصادية اللي هي ما صار شهر، يعني شهر واحد العالم جاعت والعالم خلصت فلوسها والعالم قاعدة ببيوتها تدور مؤونات. يعني القطاع الخاص توقف تماما، ووضحت الأمور انه الحكومة ما لها دور نهائيا بهذا الموضوع، وحتى القروض اللي اخذتها هي لصالحها الخاص مو لصالح المجتمع بشكل عام. ويانا احمد. الو صباح الخير احمد. الو احمد صباح الخير، فقدنا الاتصال ويا احمد. ابو عمر. نعم. صباح الخير. صباح النور، شلونك يا غالي؟ يعز غاليك اخوي العزيز، نورت البرنامج انت والاخت. الله يطول لي عمرك، نور عيونكم هذا يا غالي. نعم ابو عمر، احنا بدنا نحكي عن القروض اللي تاخذها الحكومه العراقيه اليوم لصالحها الخاص مو لصالح المجتمع. نعم والله، بالنسبه عندنا استثمارات كثيره ان شاء الله، احنا عندنا هنا ما يحتاج. صح. يعني بس مرقد سيدنا علي يسد العراق كله. انا قلت انه السياحه الدينيه يمكن هي بحد ذاتها هي ترفع شان اقتصاد البلد وما نحتاج لاي قروض. بالضبط، عندنا المنافذ الحدوديه. نعم. بالضبط. أسمعك أبو عمر، كمل كلامك. خلص طول يستخدمون المنافذ الحدودية والمراقد مال الإمام سيدنا علي، وأنا تبرع البروات بالدولة كلها، ما خلي يحتاج العراق كل شيء. زين، أنتم بالأنبار كان عندكم معامل تشتغل لو أنا غلطان؟
عندنا معامل هواي كانت تشتغل. واليوم متوقفة عن العمل؟ تقريبا متوقفة عن العمل. المعامل اللي عندكم والصناعات اللي كانت تقدمها لأنبار شنية؟ كان عندنا مال دواجن وعندنا زراعة وعندنا معامل مال حتى مال معجون مال أمور أخرى مواد غنائية. عندنا معمل الزجاج هذا اللي عايش العراق كله. وبكل هذه المعامل الناس اللي كانت بالأنبار مكتفية وعايشة بهذا الإنتاج. بالضبط، يعني أقول لك أكثر أخوي العزيز أكثر من 200 ألف عائلة عايشة بيه. صح، يعني واليوم اللي يمكن أكثر من 200 عائلة اليوم قاعدة بدون عمل وبدون مصدر وبدون دخل أنه يساعدهم ويخدمهم، تحديدا بظل الظروف هذه اللي إحنا بيها اليوم. هي شنو هاي معمل الزجاجة شغلة أخوي العزيز؟ نعم، معمل الزجاجة شغلة عندنا بالرمادي، عندنا الفوسفات، عندنا غيره خير من الله. والله صح، ذكرناه بس ما له أهل، للأسف ما له أهل. صح كلامك صحيح. اي ابو عمر، ابو عمر يسمع صوته من التلفزيون. جدا شاكر اتصالك ابو عمر. يعني فعلا يعني من اسمع انه كل محافظه، يعني احنا عندنا كل محافظه عندها مجموعه من المعامل ومجموعه من النتاجات ومجموعه من الايدي العامله، ومكتفيه الناس يعني اكتفاء ذاتي وما محتاجين انه تمد ايديها لاي شخص. وبأسوأ الظروف انا قلتها وهالهم قالتها انه فتره حصار عديناها وازمات مرينا بيها وحروب وفتره طائفيه وفتره داعش كلها عديناها، وتكيف المواطن العراقي ويا الظروف اللي هو كان عايشها. يعني مع الاسف احنا وصلنا اليوم خلال شهر واحد العوائل العراقيه ماتت من الجوع. صح، الناس بدت تمد ايديها حتى تحصل على لقمه العيش اللي تاكلها يعني. والدليل انه الناس هي اللي كانت معيشه نفسها قطاع خاص، ما محتاجه لاي شخص ولا محتاجه لحكومه انه تعاي الطيني، لا. يعني اكو عندنا معامل، اكو عندنا ايدي عامله، كل محافظه مكتفيه اكتفاء ذاتي لنفسها. ومثل ما قال هسه يعني اكثر من 200 الف عائله عايشه على معامل الزجاج ومعامل عده معامل، يعني كل محافظه اللي عندنا هي بحد ذاتها هي دولة بالمعامل. صح اللي عندها، صح، بالاشياء اللي تنتجها 100%. ويانا ام فاطمه من الديوانيه. صباح الخير يا ام فاطمه. صباح الخير حبيبتي، الله يخليك. اهلا وسهلا بيك. صباح الخير عليك وعلى مصطفى عيوني هاله الورده. شكرا لك حبيبتي. موضوع حلقتكم اليوم كان كلش موضوع حلو. تسلمين. نعم. وهذا الشيء يعني يا ريت الحكومه، والله هي حكومه تنتبه لهاي الاشياء، منتهيه بغير شيء. يعني لو تفتحون المعامل هواي عندنا، ترى احنا يعني هواي معامل مسدوده. صح، مسدوده. تنتبهون هذا المجتمع، يعني ترى احنا ما شاء الله كلها خبرات وكلها، يعني انا من ضمن الناس انا هسه خياطه، فاتحه خياطه بيتي. طيب ام فاطمه، انت اليوم ما عندها شهادات، ممكن تتجه لغير شغلات، مثلا هواي شغلات تفيدها، افتح معامل خياطه. صح. معامل غير اشياء مثل مواد مال اكيد، مواد تغذيه، يعني كل. طيب أم فاطمة، أنت اليوم من الديوانية، شنو هاي المعامل اللي عندكم أنتوا يعني بمحافظة الديوانية وانغلقت؟ والله أنا ما أعرف، كل المعامل بالديوانية كلها مغلقة، ماكو معمل مفتوح لا بالديوانية ولا معمل بي مفتوح. مثلاً وصاحب مثلاً دوائر خياطة فتحوا مثلاً وسحبوا، إحنا مثلاً دعونا إحنا اللي خياطات ويستفادون، يعني ليش؟ صح، بالتالي انت راح تفيدين المجتمع مالتك وانت هم مستفاده. صحيح، اي انا استفاد والدوله تستفاد والفرد العراقي يستفاد ودولتنا كلها تستفاد، كل الدول هاي دول الخليج كلها مسويه هيك، كلهم شغله الشعب مالتها، بس شعبنا يختلف، لازم نقعد بالبيت. فاكو شغله البارحه الاستثمار، طبعا شفتها نعم شفتها بالناصريه، نعم، جاي يخيطون بدلات الصحة، بدلات الصحة الكوادر الطبية، اي يعني اي كلش المستلزمات الطبية، يعني المعمل جاي يخيطون هم هنا. شوف يعني شلون شغلة حلوة. صحيح، هم كان ما يستوردون، بس هاي ما تفيد الصحة. لا طبعا، هم كان ما تفيد الصحة، لان ما يصير فيها فساد، شلون يعني شلون ما راح يستفادون. مكان ما يستورد البدلة بنعطيها 40,000، وممكن تتأخر لحد ما توصل. بالضبط، ممكن هنا أقل 10,000، مو صحيح؟ صحيح 100%.
يعني انا احسن استورد ب 40,000 لو احسن ب 10,000 وذيك البقيه تبقى عندي 30,000 اجيب بهم شغله ثانيه اوظف بهم موظف للصحه او اكثر العدد اللي عندي مال البدلات. صحيح 100%. يعني شوف والله يعني شفت يعني ميزه يعني ما ادري مثلا شنو مثلا الاختلاف والله يجوز هو المستوى اصلا اللي يجيبه يجوز نفس مو مثل هذا اللي احنا نشتروه بزين هنا. اول شغله وين يعني الشيء مثل ما الطبخه اللي تطبخيها انت بالبيت مثل ما تجيبيها من المطاعم؟ لا طبعا هاي الطبخه تعرفين انت ايش حاطه بيها صح وصحيه بينما على المستوى طويل واللي يعني صدق عجبتنا هاي الشغله مالت البناصريه ويا ريت تكون كل المحافظات تسوي ان شاء الله يعني نفتح معامل ونشغل نسوي بدلات مقطعها نسوي بدلات للجيش نسوي يعني هاي وزاره الصناعه يا ريت الشغل الناس وبالتالي المرأة العراقية والرجل العراقي يعني هم يعني قد هاي المسؤولية 100% صحيح. ما شاء الله احنا يعني كلها خبرات وكلها كلها تبتكر وكلها يعني مثلا انا خياطة مثل قاعدة بالبيت يعني ما اجيب شيء مثلا اني من عقلي ابتكر الشيء افكر فيه واسويه واشياء بسيطة عند الناس اللي حوالي يعني صحيح هم استفادوا وفائدتهم يعني اكيد 100% اكيد كل التوفيق لك. يا ريت الحكومة تفكر هيك والوزارات تفكر هيك ومكان ما تفكر نأمل هذا الشيء. هذا ما يفيدهم ترى صدقيني إذا ما يجيبون من الخارج يعني ما راح يستفادوا. يعني أكيد 100%. شلون يطورون الفساد مالتهم شلون؟ ما يستفادون. صح. يعني يعني احنا نأمل إن شاء الله إنه صوتنا وصوتكم يوصل للجهات المعنية ويتخذون قرار بخصوص هذا الموضوع وإحنا أساساً يعني دا نطرح هذه المواضيع حتى يكون أكو تسليط ضوء على هاي المواضيع ويكون التفاتة من الرأي. إن شاء الله. شاكرين الله. شاكرين اتصالك أم فاطمة شكراً لك. يعني طبعاً تحياتنا لكل كوادرنا الطبية وأكيد تحياتنا لكل الناس اللي دا تشتغل هسه القطاع الخاص أو المتطوعين والمواطنين العاديين اللي دا يبتكرون ودا يلقون حلول اقتصادية دا تساعد إنه إحنا نتجاوز هذه الأزمة. أما بالنسبة للناس اللي دا ينطون أصلاً يعني حلول اقتصادية للحكومة حتى نتجاوز هذه الأزمة والحكومة يعني هو أنا هذا الشيء هسه اللي ردت أقوله يعني الشر البلية ما يضحك. يعني مواطن عادي مواطن عادي ومواطنة عادية اليوم تنطي حلول للحكومة مالتها يعني مواطن اعتيادي وممكن هو حتى مو خريج يجي ينطي حلول عنده عقل تجاري إنه يا ناس وفروا للمواطن العراقي وفروا لهم معامل يشتغلون بها فعلوا المعامل اللي عندنا شغلوا السياحة الزراعة الصناعة يعني ما معقولة احنا يعني متصل عندنا اللي اتصل هسه من الانبار وعندهم 5 معامل اللي ذكرهن ولا معمل يشتغل اليوم عندنا ببغداد عندنا بالموصل عندنا مثل ما قلنا بالرمادي بكل محافظات العراق يعني حتى بشمال العراق اكو موجودة عدة معامل يعني البصرة هذه التمور اللي عندنا يعني هذه بحد ذاتها هي رفع لمستوى اقتصاد البلد الموانئ اللي موجودة عندنا بالبصرة يعني فعلا اشياء اذا اريد نحكي بيها فيعني انا من اقول انه العراق هو اغنى بلد بالعالم فاحنا ما دا نكذب فعلا احنا اغنى بلد بالعالم لا دا نكذب ولا دا نحاول انه نكابر لا مو هذا الموضوع هذا واقع انه بلدنا احنا اليوم اغنى بلد بالعالم لكن انه احنا صار سوء توظيف المواطن العراقي اليوم صار واعي لكن الحكومة العراقية والجهات المعنية صار عندها سوء توظيف بهذا الموضوع يعني للامكانيات والطاقات الشبابية الموجودة اليوم يعني احنا عندنا دائما الرجل المناسب في المكان الغير مناسب او الرجل الغير مناسب في المكان المناسب احنا هذا اللي عندنا ويانا ابو زمن من بغداد صباح الخير ابو زمن سلام عليكم. عليكم السلام. وعلى أهالي. الله يخليك أبو زمن شلونك؟ تحياتي للجميع. الله يسلمك. أستاذي العزيز صباح الخير لهالوجه هذا الحلو. يطول لي عمرك. لا عندنا مثل بالعرب يقول لا أغنيك ولا تلي رحمة الله تجي. إي أكيد. عرفت استغفر الله رحمة الله ما تنقطع. إحنا لو نظرت إلى الشعب العراقي أو العراق أكبر أرض زراعية مستثمرة. أغنى بلد بالعالم. أغنى بلد وهسه من تروح على طريق النجف صحراء النجف تلقى ما شاء الله تروح على الحدود الإيرانية تلقى ما شاء الله تروح على البصرة تلقى بيك الأراضي الحلوة المستثمرة تروح على بلد وفما فوق وسامر وكلها أرض فارغة شاغلة يمكن تصنيع بها معامل جلود
معامل طابوق، معامل اسمنت، حقول دواجن، ثروة حيوانية، أسماك، معامل يعني طابوق. تريد الكاب بالشغلة يشتغل وما متوفر عندنا. لكن أنا أقول لك شنو هو، مثل ما تفضل أكو الأحزاب مسيطرة علينا، هاي إيران ما تخلي واحد يربح لو يجي ملك من الزمان، ما في صيدنا بجديد ما تخليه إلى ليش. أول شيء المستقل يجمن عندهم الحزب التيار يقولوا له ها دير بالك تاخذ لو سوفت شيء مصنع بالعراق لو بطل أبلت. كذلك الدول مسيطرة علينا الأحزاب. ولا أنت شوف العراق فيه 230 حزب مو كلها تاخذ من النصار. زين احنا أول شيء اي ابو زمن كمل اسمعك. حط البنية يعني حطموها، شبابنا حطموها، الكفاءات حطموها، الفلاح خلوه يجيب سبحته منك ويجي يشرب مي بارد من الولاية. احنا بالعكس العرض اكو يمكن نخلي بيها حقول دواجن، خلي بيها حقول اسماك، تخلي بيها مصانع ما بيها وباء ما بيها الارض القروية. عرفت؟ مو مثل الولاية بيها نفايات وبيها مرض وبيها كذا وكذا. ليك يمكن تستثمر تستفاد منها. هسه بإيران اسمح لي، بإيران من تروح ماكو معمل داخل البلد، كلها بالأراضي الزراعية. صحيح. احنا ليش كل الفقر جابنا على هاي الناس؟ علينا. أيوة والله. شكرا لك ابو زمن. يعني ابو زمن انا اعتبره انه فد علامه هيك فارقه بالمتصلين، لانه من يتصل بينا ويوصل فد رساله احس اكو هيك فد غصه او بحه بصوته موجوده. صح. انه بنهايه كل جمله عنده يعني هو ولا غيره ولا المتصلين يتصلون بينا او المواطن العراقي بصوره عامه، يعني كل شخص بينا يمكن هو اكو ضحكه على وجهه، لكن وراء هذه الضحكه عنده ألف حسرة وألف هم وألف غم. يعني ليش؟ والله وضعية جدا تقهر. الثروة السمكية اللي عندنا اليوم، يعني إحنا الثروة السمكية الموجودة عندنا اليوم أيضا بحد ذاتها إنه هي رفع اقتصاد لمستوى البلد. يعني كل هذه الأمور اللي عندنا الموجودة، يعني مع الأسف كل هذه الـ الأمور المحلية الموجودة عندنا اليوم، إذا زراعة، إذا ثروة سمكية، إذا المراقد الدينية، كل الأمور اللي عندنا اليوم يعني تعز على الحكومة العراقية أنه تستثمرها بالشكل الصحيح، لو فقط الاستثمار لصالحكم الخاص على حساب حياة المواطن العراقي. هم يعرفوها ويحرفوها أصلاً. ويانا اتصال أبو مقتدى. صباح النور صباح النور، يا أهلاً وسهلاً أبو مقتدى من النجف صديق البرنامج. أهلاً وسهلاً بك، حياك الله يا أبو مقتدى. طبعا تحياتي لكم ومشتاق لك حاله، مشتاق المصطفى. شكرا لك. انتم مبدعين بمعنى الكلمه. الله يطول عمرك. الله يخليك ويسلمك. احنا 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 ابداعنا بتواصلكم ويانا دائما. ربي يحفظكم مصطفى. حاله احنا نكون واقعيين، احنا لا نخلي اللوم على الحكومه ولا نخلي اللوم على نفسنا، بس اقول انا مع كل اسف كاحنا كالانسان حتى من يتوجه للصلاه ويدعو ربه، يا اخي مصطفى حاله خلي الانسان يفكر باخرته، خلي شوف هذا الوباء اللي جانا، خلي شوف البلاء اللي جانا، خلي القروض وما ادراك ما القروض. احنا مثل ما قالت حاله مصطفى حبيبي، اليوم عندنا مناطق بنيه هي في النجف في كربلاء، عندنا يعني مصانع معلبات، عندنا مصانع المعجون، عندنا مصانع الدنيا كلها. لكن اليوم ابسط المثال صديقي قال عنده رعاية راح للمصرف لأنهم أريد أستثمر وكالة مع القاعد، يعني هم شوية في المنطقة وهم في قال له أنت ما تفيدني، أنت راتبك مو بالعشر ملايين وما فوق، يعني يستهينون بالمواطن العراقي، بالمواطن العراقي بالتالي. صحيح صحيح. يعني هذا مع كل أسف احنا شو نقول خل الله انسان يعني شلون هسه من على الله تحتيها. مصطفى ابو مقتدى احنا حكومه ما تطيل عليكم، الحكومه من ذاك اليوم لهذا اليوم، وخلي احنا شو نقول هذه الحكومه والحقيقه للشعب العراقي، هو رئيس وزراء جابوا الزرفي اخذوا الكاظم جابوا المالكي، واحنا صايرين العراقيين مضحك مع العلم يا باقين، بس نتفرج ما نعرف شنو التالي. نعم دا أقول لك إحنا باقين بس دا نتفرج ما نعرف شنو التالي، ما نعرف إيش راح يصير. صحيح. أنا للأمانة أنا أشتغل
كوية شخصية بكتلة تارون اللي هو الدكتور ماجد الوائلي. نعم. الأمانة يحكيهم وتوصلون صوتي. نعم. أمانة الله يتفقد أحوال المواطنين وجاني للبيت قال أبو مختدم منهم شعبيتنا منهم الناسنا من خل تسمع البرلمان يسمع اللي هو دكتور ماجد عذاب الوائلي من كتلة تارون. احنا هي تبي الشخصيات هالة مصطفى، احنا نبي الشخصيات يسأل على المواطن يسأل على حالة الفقير على حالة المريض. وتحيات لكم لأنكم مبدعين بمعنى الكلمة واتمنى لكم التوفيق. شكرا لك، شكرا لك، ان شاء الله صوتنا صوتك يوصل اكيد طبعا. وتحياتنا لكل الناس سواء كان الحكومة أو الناس المواطنين العاديين أو التجار، الناس اللي دا تساعد ودا تسوي هاي الحملات الغذائية اللي دا يتفقدون أحوال المواطن العراقي اليوم ظل هاي الظروف. أكيد يعني تحية حب وإجلال واحترام لهم هم والكوادر الطبية وأكيد الجهات الأمنية. ويانا اتصال ياس من الضلوعية. صباح الخير ياس. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. سلامي عليك أخ مصطفى العزيز. الله يخليك يا أزغالية. يسلمك وإلى الأخت العزيزة الأصيلة يعني بصراحة. شكراً إليك. الله يخليك. يسلمكم ويعشكم. حقيقة أنا نتابعكم ونتابع مواضيعكم لأن مواضيع حقيقة يعني تخص المواطن العراقي بصراحة يعني. طبعاً هي مواضيع تخصنا وتخصكم إحنا لأنه جزء لا يتجزأ من الوضع اللي إحنا به. يسلمك يا عزك أخي العزيز. الله يخليك. بالنسبة للعراق حقيقة يعني مأساة. يعني أنا عندي صديق في دولة الإمارات دكتور جامعي كان يدرس وياي حقيقة. نعم. من يحكي لي يعني دولة الإمارات هي دولة بسيطة يعني مثل قيسها نفس محافظات العراق، محافظة من محافظة العراق. لكن يعني العمل بها يعني بصراحة عمل يعني دقيق يعني مليار هنا مواطن ياكل اعتيادي من مواطن العراق يعني مع احترام للأسف الشديد البوق السلب يعني مليارين يبنى بيه أرقى فندق في دولة الإمارات. نعم. يعني وهنا أنا هنا يعني مسؤول هو من الضلوعية أحكي لك بصراحة ما أريد أذكر اسمه يعني سوى كرة شاطي يعني مجرد حفلة حجر يعني كلف مليارين. وهسه لو أجيب لك الصورة مالته يعني أوصل لك إياها يعني كروم جديد وهذا الحجر كله تشلع وموجود هسه محطوط على الشط. زين على مسافة كيلو وين تقريبا في الضلوعية. زين فهذا هو هنا البوب المشكلة ويعني ايش قد صرف عليه؟ يعني بالمليارين هاي اللي قالوه. اي والله العظيم هذا اللي يعني قال، لكن هو اكيد اقل من هذا المبلغ والباقي راح لهم. احسن. وحتى احكي لك بصراحة اقل حتى تعويض عليه. ليش يعني كيف فلشوه؟ اقل تعويض حتى من الدولة عليه. هنا يعني المسألة وأحكي لك يعني بصراحة أكو معمل هنا في قضاء بلد هو كان معمل معجون تحول إلى معمل شرابت يعني فات كثير من المواطنين من يعني أغلبيتهم من الضلوعية. نعم. يعني هو مبلغ بسيط 300 ألف تقريبا أو 350 ألف لكن عيش به عوائل كثيرة. صح. يعني مشكور هو هذا يعني هو تاجر بسيط يعني فيعني كان عمله يعني مشكور عليه جدا لأنه عيش عوائل كثيرة. صحيح. احنا لو موجود هيك معامل موجوده بالعراق يعني ما تلاحظ انه يعني شبابنا ويعني يروح يعني حتى راحوا يعني سلكوا مواضيع غير مواضيع لان تلقى يعني لاكو عمل لاكو هالشيء لان العوز يخلي الشخص يتجه لاتجاهات مو غير صحيحه. احسنت. فاحنا نعمل يعني ان شاء الله ان شاء الله من يعني حكومتنا احنا نظل نامل كل حكومه تجي نامل منها ونامل وماكو اي امل مع الاسف. هي المشكله هذه يعني المشكلة. قبل كورونا وبعد كورونا وما قاعد نلاحظ يعني تغييرات بالبلد. صحيح. الصراحه يعني صح جدا. شاكر اتصالك ياس. احنا هذا الموضوع اللي طرحناه اليوم وتناقشنا به بمناسبه طبعا الاجتماع اللي صار قبل ايام يعني بالايام الماضيه اللي هو كان بهدف تحسين الوضع الاقتصادي والمالي. وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين من البنك المركزي، وزير المالية، وكيل وزارة المالية، وعدد من المدراء العامين للمصارف. فتناقشنا بهذا الموضوع وأيضا أشخاص آخرين كانوا موجودين بهذا الاجتماع، لكن توصلوا إلى أنه ممكن إحنا نقترض هذه المبالغ الأموال حتى نعبر هذه المرحلة الحالية. طيب ليش؟ ما هم أصلا مقترضين قبل.
طيب ليش هذا الاقتراض؟ يعني احنا قلنا ذكرنا احنا عندنا كل هذه الامور اللي حكينا بها والمتصلين الحلول اللي انطوكم اياها. بالضبط، ممكن يقول لك لانه هسه احنا بازمه، ولانه هسه احنا عندنا فيروس، ولانه قبل الكورونا. زين اوكي، هسه في حال انه هم اقترضوا بهاي الفتره وهسه احنا بازمه وهاي، زين انتم من اقترضتوا من الدول، ما هذا الوباء عالمي، ما دول هم عندها ازمات، لو يعني هم مثلا يختلفون لانه هم يشتغلون صح ومطورين اقتصادهم ومنشطين اقتصادهم منشطين كل المجالات اللي عندهم، واحنا بعيد عنا هذا الموضوع طبعا. يعني ما اعرف فعلا، انا اتمنى يعني انه رسالتي ورساله هاله ان شاء الله وبرنامج يوم جديد بالرساله اللي قدمها للمجتمع، احنا ما نريد نكون سلبيين، واحنا ما نذم الحكومه العراقيه، لا مو هذه الفكره، مو فكرة أنه نذم الحكومة العراقية، إحنا كل محبتنا واحترامنا وإجلالنا لكم، إحنا نقدم كل الجهود اللي نقدر نوصل بها صوت المواطن العراقي. إحنا عتبنا على الحكومة العراقية، إحنا يعني قبل ما نأخذ آخر اتصال نعتب على الحكومة العراقية بموضوع أنه إحنا أولادكم وهذا حقنا، أنه أنتم من ترأستوا هذه المناصب واجبكم انه تكونون قد هذه المسؤوليه وقد الكرسي اللي قعدتوا عليه حتى تخدمون المجتمع العراقي. هذا الموضوع هو عالمي بالعالم اجمع، يعني مهما على شان الشخص بالحكومه هو دوره ان يقدم خدماته وما يحتاجه المواطن ومستلزمات المواطن. طبعا 100%، وظهر الخلل مو باليجون على الكرسي، الخلل بالكرسي، ما اعرف لان اي حد يجي ده يختلف علينا ما ادري شو الموضوع. طيب ويانا اخر اتصال. صباح الخير يا ابو علي. صباح الخير علي ورد، علي وردم. الله يسلمك انت الورد. اهلا وسهلا بك. ابو جاسم عزيزي شلونك، والاخت ابو جاسم شلونك؟ الله يسلمك. المتصل ويانا اللي من الموصل اللي قال لي اسميك ابو جاسم ما الاول. حبيبي. يطول لي عمرك. الله يحفظكم. الله يخليك. الله يستر على فضائية الرشيد. كل كادرها وان شاء الله يا ربي لا يمسكم اي اذيه. اخليك ويا هاله. تسلم. اليوم ابو علي، اليوم احنا بدنا نحكي على القروض، وموضوع القروض كحل اقتصادي انه بظل هاي الظروف، ولانه احنا الاقتصاد مالتنا ما متنشط، فبالتالي الحكومه تلجا انه هي تاخذ قروض، حتى قروض من الدول المجاوره حتى تسد احتياجات الدوله او الشعب. القروض هاي سووها الحكومة بس استفادت من قرض واحد اللي هو المشروع هذا، استفادت من عنده براس ود الخايبة المتقاعدين وخاصة المناطق المنكوبة، امتلكهم 10 و15 مليون، 10 ملايين 15 مليون، تكون أكثر من نصف راتب. صح، هم مو رس خايبين، بس هم سووها هم رس خايبين. لا احنا الحمد لله، الحمد لله احنا 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 مو ولد خايبة الحمد لله، لكن احنا خايبين من جو يحكمونا ناس مو يعني البعض من عندهم انه جوي ناس ما اهتموا بمصلحة المواطن العراقي، ما التفتوا لصالح المواطن العراقي، يعني اهتموا بامور ثانية وهملموا المواطن العراقي، لكن احنا مو ولد خايبة، لا الحمد لله والشكر. العراقيين شاكرين اتصالك، يعني احنا العراقيين احنا ولد خير الحمد لله والشكر. اكيد طبعا. والعراق مثل ما قلنا انه احنا بلد الخيرات، لكن احنا خيبة املنا اللي صارت اليوم انه ما اهتموا بالمواطن العراقي. كل محبتي واحترامي للحكومة العراقية اجمع، لكن ولكل المؤسسات الحكومية، لكن احنا عتبنا عليكم، احنا مو سلبيين وياكم، احنا عتبنا عليكم، نسلط الضوء على اشياء معينة يحتاجها المواطن العراقي، وبالتالي محبة واحترام لكل الجهات الأمنية ولكل الحكومة العراقية. مشاهدينا الكرام، خلينا نروح لفاصل وبعد راح نكمل وياكم فقرات برنامج يوم جديد.